السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ladies and gentlemen، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج براحتنا، برنامج اللي انا وانتو بنحبه وبنعشقه لان هو برنامج جامد جدا جدا جدا، لان احنا قاعدين هنا براحتنا على الاخر. النهاردة بصراحة عايز اتكلم معاكم في موضوع كده يعني مهم، لان هو بيمسنا كلنا. الحاجة اللي من خلالها هي الوسيلة دي اللي من خلالها بنعرف نعمل كل حاجة في الحياة، كبيرة أو صغيرة، تخينة أو رفيعة، طويلة أو قصيرة، كل حاجة بنعرف إن احنا نعملها من خلال الوسيلة دي، ألا وهي الموارد، ألا وهي في العصر اللي احنا فيه وفي الزمن اللي احنا فيه 2024 اللي هو الفلوس. الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده بيتطلب ان الواحد يبقى معايا كم معين من الفلوس علشان يعرف يشتري منها موارد، علشان يعرف يعيش بيها حياة كريمة وحياة طيبة وحسنة. طيب ازاي بقى البني ادم يحصل على الموارد دي بصورة كافية وبصورة كثيرة وغزيرة، بحيث ان هو يكفي بيها احتياجاته ومتطلبات الحياة اللي هو عايش فيها في العصر والزمن اللي هو عايش فيه بطريقة حلال وتكون مناسبة للدين وفي نفس الوقت للعصر اللي هو عايش فيه. والله الحقيقة ان اختلفت الطرق، يعني طرق كتيرة، ووفقا للحلقة اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيها في اكسب فلوس ببلاش، قلنا ان في 4 طرق للمكسب ان الواحد يحصل فيها على الفلوس وفقا لروبرت كيوزاكي في كتاب ريتش داد بور داد، او الاب الغني والاب الفقير. قال لك ان انت بتكسب الفلوس من 4 طرق، يا اما ان انت تبقى موظف، يا اما ان انت تبقى يعني سيلف امبلويد اللي هي اي امبلوي اللي هو موظف، او اس سيلف امبلويد يعني انت فريلانسر، عمل حر، بتشتغل عند نفسك، عندك صاحب عياده، صاحب صيدليه، صاحب محل كوفي شوب، الحاجات اللي زي كده، بس انت لازم تروح الشغل علشان لو انت ما اشتغلتش في الشغل ده المشروع ده هيقف او المكان اللي انت فاتحه ده هيقف، فده سمول بزنس، مشروع صغير، او فريلانسنج سيلف امبلويد برضو. والنموذج الثالث اللي هو البيج بيزنس، اللي هو حرف البي اللي هو بيج بيزنس بقى، اللي هو زي ابو هشيمة، نجيب سويرس، الناس اللي عندها او الطيبي العربي، الناس اللي عندها شركات، هي لو هي ما راحتش الشغل او ما اهتمتش بالشغل الشغل بتاعها هيفضل يبقى فيه الوفات الموظفين بيشتغلوا وبيجيبوا فلوس، بيدخلوا حاجه اسمها باسيف انكم او بيدخلوا دخل انا ما بتعبش فيه، فكده يبقى ده الدخل سلبي وكده بقى عندي بيج بيزنس. واخر حاجة هي الانفستور او المستثمر اللي هو حرف الاي. الانفستور ان انت تبقى قادر ان انت تستثمر فلوسك من غير ما انت تبذل مجهود، انت بتحط فلوس وتاخد فلوس زي العقارات طبعا، والحاجات دي بتضخ فيها ملايين علشان تحصل فيها على ملايين ومليارات. طيب كده انت تكون عرفت سريعا كده نبذة سريعة عن الحلقة اللي فاتت، تقدر تعرف التفاصيل كلها في الحلقة اللي فاتت. تعال بقى دلوقتي نخوض رحلة ان احنا انا هكلمكم كده بصورة شخصية ازاي الواحد يقدر يعمل فلوس من خلال الطرق دي في العصر اللي احنا فيه. المرة اللي فاتت اتكلمنا هل نقدر نعمل فلوس ببلاش ولا لا، هتعرف الاجابة هناك في الحلقة اللي فاتت. الحلقة دي بقى النهاردة هنتكلم طيب ايه رأيك لو عملنا فلوس من الفلوس، يعني ايه. خليني اشارككم تجربتي انا الشخصية في الموضوع ده. انا جربت حاجات كتيرة قوي وجربت تقريبا كل حاجة، جربت الاي والاس والبي والاي يعني، بس طبعا بسكيلز مختلفة. يعني الموضوع كده كده في كل الحالات محتاج وقت ومجهود. حلو، يبقى وعايزك تتصالح مع فكرة ان انت عادي، ها ركز معايا في الحتة اللي جاية دي، عادي ان انت تدفع فلوس علشان تكسب فلوس، تمام؟ يعني الفكر ده عادي، لان البيزنس اي بيزنس او اي، على فكره مش شرط بيزنس، يعني انت لما بتيجي تروح تاخد كورس عشان تتعلم جرافيك ديزاين، طب ما انت بتدفع فلوس، احنا قلنا كده كده في اي حاجه في الدنيا وقت ومجهود ده كده كده على جنب، تمام؟ طيب فانت كده كده عايزك بقى تتصالح مع فكره تمام، انا مفيش مشكله ادفع فلوس علشان قدام هكسب فلوس. اما هو ما احنا اصلا بنتعلم عشان كده، ما احنا بنتعلم ليه؟ ما انا انت بتصرف الوفات الفلوس في البالتو او في مسطره تي وفي كل ده علشان انت هتكسب فلوس لما تدفع، بعد ما تدفع الفلوس دي كلها والوقت والمجهود ده كله، بعدها بقى المفروض يعني كنا عندنا الامل ده ان احنا نكسب منها مكاسب مرضيه، تمام؟ طيب فالفكره بقى ان انت عادي تصرف على حاجه، ان انت تجيب معدات، ان انت مثلا انا في الفويس اوفر مجال بره مجالي،
بس بصرف عليه، صرفت ان انا جبت مثلا مايك، صرفت ان انا مش عارف ايه ولسه ما كنتش مثلا كسبت منه. طب كسبت امتى؟ لما خلاص انا خلاص اتمكنت من مهاراتي، اخدت فيه كورس مش عارف ايه ومش عارف، اخدت اتعلمت من الشخص المتخصص. وبرضو انت بقى لازم تختار الحاجة اللي انت هتصرف فيها، هتصرف فلوسك فين وعلى ايه، ولازم تبص يعني تفرم نفسك. يعني يا معلمي شوف بقى كل حاجة. يعني انا مثلا المايك ده عشان اشتريه انا حرفيا فليت المايكات تفلية، واتفرجت على كمية ريفيوز علشان لما اجي اختار مايك، عارف اللي هو لما تقع واقف. فاحنا انا يعني ان شاء الله، وده على فكرة كل الناس كده، يعني كل الناس الناجحة البيزنس مان هم لما الانفستور يعني او المستثمر ده، احنا يعني دي من الحاجات اللي انت هتشوفها لو انت رائد اعمال او بتبني شركتك الناشئة، ان انت عشان تقنع مستثمر لازم تجيله يمين وشمال وتقول له دراسة جدوى وخطة مالية ولا لا 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 لا. انت عامل نفسك كده. انا دلوقتي معايا مورد معين، ازاي استغل المورد ده احسن استغلال ممكن عشان اطلع باحسن نتيجة او عائد انا عايزه. فهو ده اللي انت تفكر فيه. فشوف بقى تأنى في اختيارك في دفع الفلوس، بس تصالح مع فكرة ان انت عادي ان انت ماشي يا عم انا هدفع فلوس. تمام. طيب اللي جاي بقى دي هي دي اللي مهمة بقى، اسمعها بقى كويس. الاختيار هنا بقى او القضية هنا في الاختيار، انت هتختار انهي طريق اللي تمشي فيه، ومن هنا هيتولد عندك بقى الطريق او المستقبل اللي انت بترسمه لنفسك، والرحلة اللي انت هترسمها لحياتك اللي جاية. فمن هنا بقى هتيجي الحتة بتاعت طب انا دلوقتي ده عصر ريادة الاعمال والبيزنسز، وفي نفس الوقت الوظيفة ليها التزامات معينة وفيها حتة الامان، ان انا هبقى متأمن عليا لو معاش لو تأمين لو بتاع. انا لو انا بيزنس اونر انا ما عنديش الحاجات دي قوي، او لسه في الاول ما عنديش الحاجات دي، وانا مش ضامن اخر الشهر هل هيجيلي فلوس او ولا لا، انما انا لو انا موظف هيجيلي فلوس. فطبعا كل دي تساؤلات وحاجات بتطرح نفسها في دماغ اي واحد عايز يعيش حياة طيبة او حسنة في العصر اللي احنا فيه. انا كنت بفكر في الافكار دي كلها، وخطرت عليا الاسئلة دي من اماكن مختلفة، من عيلتي، من قرايبي، من صحابي، من ناس اكبر مني، من ناس اصغر مني. انا شخصيا كان عندي بعض التساؤلات، فالحاجات دي كلنا بنمر بيها. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ ايه الاجابة؟ ايه الحقيقة المطلقة؟ طيب علشان اقولك الحل، واللي هو باذن الله هقوله لك في الحلقة دي، هنعرفه مع بعض. انا هقولك الحقيقة المطلقة ورأيي الشخصي فيها، وانت حقك ان انت تفكر وتعقلها وتتوكل على الله بالعقل بتاعك. وطبعا تقدر تسألني او تستشير لو انت عايز تسألني في اي حاجة، تبعتلي وان شاء الله بعون الله ارد عليك. طيب تعال نشوف الموضوع بيمشي ازاي. انا جربت كذا طريق، هقولك من تجربتي الطرق اللي انا جربتها، وانت تقدر تحكم الموضوع هيبقى عامل ازاي. زي ما قلنا ان كلهم هياخدوا وقت ومجهود، الفكرة بقى انا هحط الوقت والمجهود ده فين فيطلع لي احسن عائد انا عايزه، واحسن او اعلى انكم انا عايزه. طيب الانكم ده خد اللي جاية دي بقى عشان مهمة، مش شرط يبقى فلوس بس، عشان دي مهمة جدا. طيب ازاي؟ لان انت مش شرط الانكم بتاعك يبقى فلوس بس، اللي هو ممكن يبقى حاجات كتيرة، ممكن يبقى رضا، ممكن يبقى سعادة، ممكن يبقى فلوس، ممكن يبقى احساس بتحقيق الذات، وده مهم جدا. طيب اكيد حد هيقول لي، ودي كانت وجهة نظري في وقت من الاوقات، طيب يا حازم انا معاك، بس انت ما انا لو انا جالي فلوس، الفلوس هتجيب لي السعادة، الفلوس يا عم انا هشتري السعادة يا عم، اعيط في عربية لامبورجيني احسن ما اعيط في ميكروباص، صح؟ فصح انا معاك، يعني انت لما تيجي تزعل وانت زعلان وانت غني هيبقى احسن من وانت زعلان وانت فقير، تمام مفيش مشكلة. بس بنسمع كتير، وانا متفق معاك في دي، بس بنسمع كتير برضو في نفس الوقت ان الشخص اللي معاه فلوس كتيرة بيبقى مش سعيد، بيبقى مش فرحان، او بيبقى فيه قلة بركة او مش عارف ايه. طب الدنيا طب هكذا، صح؟ طيب ايه الصح في الاتنين؟ طيب ده الحل بتاع السؤال في الحتة دي، ان الفلوس دي جاية ازاي؟ يعني هل هي جاية بالحلال؟ لو جاية بالحلال ربنا هيبارك فيها حتى لو كتير، عندك محمد صلاح يعني بغض النظر عن اي حاجة،
فمحمد صلاح شخص ناجح جدا صح وغني جدا. طيب هل هو انت شايف الراجل يعني بغض النظر عن حياته الشخصيه طبعا احنا مش عارفينها كلها، بس الراجل الحمد لله ما شاء الله سمعته حسنه، ساب بصمه في التاريخ هتفتكره التاريخ كله هيفتكره مدى الحياه، وفي نفس الوقت عمل ثروه محترمه جدا. ابو هشيمه طبعا الناس دي الامثله اللي انا بقولها ما نعرفش حياتهم الشخصيه، ولكن الفكره المبدا العام يعني انت تقدر تحكم على الشخص من حاجات من جوانب كتيره، زي ما احنا بنحكم على الشخص من صحته من جسمه من كده كده يعني شئنا ام ابينا بيبقى فيه نوع من انواع الحكم او الصوره الذهنيه اللي بتتبنى في عقلنا وفقا لمعطيات احنا بنتلقاها. من ضمن المعطيات دي الراجل ده عايش ازاي؟ طيب هل هو عايش حياه طيبه من وجهه نظرنا؟ وهل الفلوس اللي هو حصل عليها دي احنا عارفين هو جابها ازاي؟ طيب ما دام هو جابها بالحلال وهو عايش حياه كريمه، يبقى الاوبشن بتاع ان الواحد يبقى غني وعايش حياه كريمه موجود، يبقى هو موجود. زي زمان لما كنا ايام الصحابه كان عندنا الصحابه كانوا اغنياء جدا، عثمان بن عفان سيدنا او عثمان بن عفان كان غني جدا وميسور الحال جدا، وفي نفس الوقت كان يعني ايه بيتصدق بصدقات كتيره وبيزكي كتير جدا ويعني بيعملوا حاجات مهوله. ف طبيعي ان الواحد ده موجود واوبشن بالنسبه لنا ان احنا نبقى اغنياء في الدنيا وفي الاخره الاثنين، وان احنا الطموح بتاعنا يبقى واسع وان احنا يبقى عندنا طموح ونحلم ونكبر، الموضوع ده موجود. طيب الفكره بقى ده اول حاجه تمام، يبقى احنا حلال بالنسبه لنا ان احنا نفكر الاوبشن ده. طيب نوصل له ازاي؟ نوصل له بان احنا نختار انا مجال يعني ايه المجال اللي انا عايز اقضي فيه الفتره اللي جايه من حياتي، ولو انا قديت فيه الوقت والمجهود هيطلع لي العائد اللي انا عايزه، سواء عائد مادي وعائد نفسي وعائد تحقيق الذات. طيب العائد النفسي وتحقيق الذات دولت مهمين جدا. ليه؟ علشان انا جربت بنفسي الواحد يشتغل في حاجه بتجيب فلوس والنفسيه بتاعته تمام بس يعني مش هي دي 100%، فاهم قصدي؟ يعني عارف وربنا انت بتحس ربنا مش موفقك في دي، انت بتجرب وبتعمل اللي عليك وبتجتهد وبتدي النصيب و و و و مفيش توفيق فيها. طيب يبقى ربنا شايل لك حاجه احسن بكتير قوي في مكان تاني، فانت محتاج يا اما هنا بقى انت بتستخير، هل انا يا رب لو كملت في الطريق اللي انا فيه ده هل هو ده الطريق بتاعي، ولا بعد يعني انا بذلت مجهود وعندي استعداد اكمل، عندي استعداد ابذل مجهود اكتر وانا عارف ان الطريق ده هيجيب لي فلوس، بس هل يا رب اعمل كده ولا في طريق تاني انا بشاور عقلي فيه بس بصراحه انا محتار، فقول لي اعمل ايه يا رب. هنا ربنا ما دام انت عندك الاستعداد للسعي ربنا هيوجهك انت هتسعى فين. حلو، والسعي هيجيب لك بقى انواع كتيره من الرزق، الرزق اللي هو هيبقى الفلوس، وكمان السعاده والرضا دي غاليه جدا جدا جدا، لان في وقت من الاوقات يعني خليني مثلا انا هضرب لك مثال، في وقت من الاوقات انا اشتغلت في شركه اللي هي لفري او معاها، وعلى فكره لازلت معاها وهي شركه جميله جدا جدا جدا، وكنت الحمد لله الواحد بيحاول يسعى قدر الامكان فيها، والحمد لله الدنيا كانت زي الفل وميسوره، وهو بيزنس كبيزنس ايديا فجره او يعني عفوا في الكلمه ذكية جدا وحلوة جدا، والدنيا يعني هو الهدف من لفري حاجات كتيرة جدا ومن ضمنها بالنسبة لي الانكم. طيب الحمد لله الواحد تمام حقق فيها، ساعتها وصلت لمرحلة طيب انا عايز اعمل حاجات، يعني هو في مراحل كده ستيجز، انا دلوقتي الفلوس تمام الفلوس قشطة تمام، طيب دلوقتي عايزين انا عايز اعمل حاجه تانية، عايز احقق ذاتي. تحقيق الذات ده من هو التوب او المرحله التوب في الهيراركي بتاع مزلو هيراركي او هرم الاحتياجات بتاع الانسان. الانسان بيبقى ليه احتياجات اساسيه في حياته، لازم الانسان كلنا انا وانت وهي وهي وهو وهو كلنا، اللي هي ايه احتياجات، اول حاجه الاحتياجات الاساسيه الاكل والشرب والنوم، بعد كده الـ 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 الوظيفه ان الواحد يبقى عنده مكانه اجتماعيه وان هو بيبقى بيشتغل،
هو طبعا الترتيب انا مش متذكره بالتفصيل، بس في حاجة مهمة جدا فيها اللي هي تحقيق الذات، ان الواحد يبقى عنده حس ان هو بيعمل حاجة بتفيد المجتمع، بيعمل حاجة اكبر منه، بيفيد الحاجات، وهو حاسس من جوه ان هو انا ذاتي او انا نفسي انا لاقيها في الحتة دي. عارف لما بتسمع حد يقولك انا لاقي نفسي او هو لاقي نفسه في الحتة دي، هي التويكة الزغنونة دي. حلو. فلو انت لاقي نفسك في مكان معين، هنا بقى انت بتتألق فيه وبتسطع فيه وبتلاقي ربنا وفقك فيه يعني بسهولة جدا. فهي بقى الفكرة في كده. انا الحمد لله وصلت المكان يعني او للدنيا يعني حاجة انا كنت راضي عنها في الفري. بس انا شخص علمي، انا بحب العلوم وبحب، انا دكتور صيدلي، بحب صيدلة، دخلتها عن حب والدنيا الكار ده كاري، فعايز ادي فيها، عايز اعمل ابحاث، عايز اتعلم في الجينز اكتر والدي ان اي والسرطان ونطلع لها نشوف، يعني انا دماغي في السكة بتاعت الادوية والسكة العلمية، وفي نفس الوقت دماغي في البيزنس. طيب ليه ما دخلش الاتنين في بعض واعمل بيزنس في الصيدلة؟ حلو الكلام. فمن هنا هنبدأ ان احنا بقى نسخر مهاراتنا، المهارات اللي انا اوريدي اكتسبتها من لفري، السنة اللي انا اشتغلتها في لفري فاكتسبت فيها مهارات كتيرة جدا في البيزنس. المهارات دي مع العلم اللي انا درسته في الكلية الخمس سنين والخبرة اللي انا اتدربتها في الصيدليات، هنبدأ بقى نرج كل ده في حاجة بقى معينة جديدة، هي دي اللي احنا هنشتغل فيها وندي فيها، انا حاسس بيها ان انا محقق ذاتي، وفي نفس الوقت انا هفيد المجتمع، وفي نفس الوقت هجيب فلوس، وفي نفس الوقت كله مبسوط. بس كده انا كده يبقى هو ده المكان الصح اللي انا كحازم باذن الله وبامر الله لقيت نفسي فيه. طيب هنا بقى انت من القصة دي ومن الرحلة دي، انت بتعمل نفس الموضوع عندك بالظبط، بتشوف انت في المرحلة اللي انا بقى بتسمع فيها، انت بتسمع فيها الريكورد دلوقتي، انت فين؟ يعني هل انت مثلا في كلية ولا مخلص كلية ولا في مدرسة؟ بتشوف انت مرحلتك فين. طيب المرحلة اللي انت فيها ايه المهارات اللي عندك؟ يعني انا في حاجة انا عملتها من كام يوم جميلة جدا وانصح اي حد يعملها، لو عايزين تعرفوا هي ايه بالظبط او يعني مثال ليها، انا في لينك هحطه على الانستجرام بتاعي، اللينك تري بتاعتي فيها الكونتاكتس بتاعتي ازاي تقدر توصل لي، وهتلاقي جواها لينك اسمه ماي سكيلز، المهارات بتاعتي. حلو. فانت تشوف، عايزك تفتح كده ملف وورد مثلا، او تفتح النوت باد عند على الموبايل، او ورقه او قلم اي حاجه، وتكتب فيها كل المهارات اللي انت بتعرف تعملها في الحياه، كل المهارات سواء ان انت تخيلتها او شفت ان هي بسيطه، او يا عم يعني انا هكتب دي، ايوه اكتب دي. انا عايز اقول لك اكتب كل حاجه، يعني مثلا التصوير بتعرف، حتى لو، وبص التركيه اللي جايه دي عشان مهمه جدا، حتى لو انت ما بتستخدمش المهاره دي، شوف يعني دي تركيه مهمه قوي، يعني لو انت بتعرف تعمل حاجه بس الحاجه دي انت يعني ما بتستخدمهاش، بس انت بتعرف تعملها، بس انت ما طلعتش منها فلوس ولا ما فتش بيها حد، بس هي موجودة، اكتبها. زي يعني مثلا انا بعرف اصور تصوير، اللي هي الصور كصور يعني، بس انا عامة ما طلعتش منها رزق، يعني انا ما مش هعمل شفت كارير لفوتوغرافر، بس انا بعرف اصور، بعرف اعمل color correction في الفيديو editing وبتاع، بعرف اطلع الصورة في بدل ما هي صورة تبقى بهتانة، لا تبقى صورة هاي كواليتي، بعرف مونتاج، بشتغل على، حتى لو بشتغل على كاب كات، بس بعمل في الاخر الاند ريزلت او البرودكت او المنتج النهائي، ان انا بعرف اعمل فيديو مونتاج للفيديو بشكل بروفيشنال، في المورا بقى، ادوبي بريمير برو، ايا كان السوفت وير اللي انت بتستخدمه، وانا استخدمت الثلاثه يعني فقشت. عندك انت بتعرف مثلا، عارف ابسط حاجه، انت بتعرف تستخدم الكمبيوتر، اكتب ده، انا بعرف استخدم الكمبيوتر اللابتوب، بعرف اتعامل على الانترنت، بعرف اجيب المعلومة، لو انا عايز معلومة من على الانترنت بعرف اجيبها، دي على فكرة مهارة مش كل الناس تعرف تعملها، يعني ان انت، انا دلوقتي عايز اعرف الدواء ده تركيزه كام وسعره كام في السوق مثلا وانا قاعد في البيت، هل اعرف اعمل ده؟ لو انا مثلا واحد دماغي في الحتة دي، او انا كصيدلي بقى ومتخصصي، ممكن صيدلة ما يعرفوش يعملوا ده وهم قاعدين في بيتهم، انا هعرف اعمل ده. حلو كلام. مثلا ده مثال، نفس المعلومة، موضوع في المعلومة الطبية، هل كل الناس تعرف تجيب معلومة طبية من على النت موثوق منها؟
مش كل الناس انا اعرف اعمل ده. طيب حلو، انت بقى شوف نفسك ايه الحاجات اللي انت تعرف تعملها واكتب اكتب افضل اكتب افضل اكتب، حتى لو كانت تافهه، حتى لو كانت ايا كان هو ايه، هتلاقي معاك طلع لستة مهارات. انت لقيت نفسك يا نهار ابيض انا بعرف اعمل كل ده، ده انا جامد جدا. ده ايه ده؟ ده انا هحتل الدنيا يا باشا، ده انا اعمل اجدعها، يلا بينا نكسر الدنيا. فاهم قصدي؟ هتاخد سيلف كونفيدنس والسيلف استيم بتاعك هيتظبط ظبطه على ابوه، هتعرف فعلا قيمه نفسك. لان هنا انت بقى بتعرف لما هتيجي تتكلم مع اي حد، يا باشا انا عندي سكيلز في كل حاجه انت عايزها، انت بص حطني في اي مكان انا هكسر الدنيا. وكلنا انا واثق ان انت عندك السكيلز دي. ليه؟ لان احنا في الزمن اللي احنا فيه كلنا عندنا السكيلز دي، بس احنا مش مدركين ان هي سكيلز مهمه. عارف، مش احنا دايما بنحس او بنشوف ان ناس عندها امكانيات اقل بكتير بتعمل حاجات اكتر بكتير؟ يعني بنشوف حد مثلا اغلب كل قصص النجاح او اغلب قصص النجاح اللي هو حد كان مستوى عادي او مستوى كمان اقل من العادي، وفجأة عمل حاجات اكسترا اوردينري او فوق الطبيعية وتألق وبقى عمل حاجة جبارة، صح؟ طيب يعني معناها ان هو كان عنده الامكانيات والمهارات اقل مننا وعمل حاجات اعلى مننا. طيب ليه؟ عشان عنده حاجة اسمها مهمة جدا اللي هي السيلف اكشواليزيشن او السيلف اويرنس. ان هو وهنا بقى السيلف اويرنس اعمق من المصطلح اللي احنا بنسمعه على طول الفترة دي، لا ديب قوي، يعني سيلف اويرنس عالي قوي قوي قوي. انت متصل من جوه مع نفسك وذاتك، وما بتتاثرش بالمتاثرات والمشتتات الخارجيه. انا قاعد مع نفسي، انا بكلم بسال نفسي انا عايز ايه، انا ايه الحاجات بتاعتي، وتفضل تسال وتدور وتجرب وتعمل الترايل اند ايرور دي، او العمليه بتاعت ان انت تجرب وتغلط وتجرب وتغلط. اعملها مع نفسك كتير عادي، وخد الوقت بتاعك علشان لما هتيجي الحاجه انت هتعرف وهتتيقن ان هي دي. زي ما انا بالظبط، انا عايز اقول لك انا جربت كل حاجه، اعمال تطوعيه 5 سنين بعمل اعمال تطوعيه من غير فلوس، بروح هنا وببقى هاد هنا وببقى بمرن هنا وبدرب هنا وبروح هنا وبجرب ده. اشتغلت في الفري عملت فلوس، واشتغلت حاجه مش كاري ككاري اللي هو الميديكال، بس اشتغلت فيها عشان انا بحب البيزنس واديت فيها جامد واديت كل اللي عندي ساعتها. فجربتها وجربت البيزنس بتاعي في كامن برضو، انا لسه مستمر فيه، حاجه جميله جدا وانا بحبه جدا وبعشقه. كل ما تيجي حاجه قدامي الفويس اوفر اللي هو الفريلانسنج، موضوع الفريلانسنج والعمل الحر والسوشيال ميديا ماركتنج والديجيتال ماركتنج، اخدت منحه فيها حوالي اكتر من 3 شهور من اللي هي من يوداسيتي، كل الليفلز فيها مع انه مش مجالي، بس انا بحب الماركتنج. خلاص يا باشا دوست في كل حاجه، لحد بقى ما جيت دلوقتي. وعايز اقول لك انا وانا بدوس انا في سؤال جوايا، هو امتى، هو لحد امتى انا هلاقي الحاجه يعني هل هو ده اللي انا بعمله، هل اللي انا فيه ده صح، هل يعني عايز اقول لك طول العادي عادي طبيعي ان انت وانت في رحلتك، هو اللي انا بعمله ده صح، هو انا كده يعني ان شاء الله هتبقى الدنيا تمام، هو اللي هيجي لي اللي انا عايزه او اللي انا بتمناه. كل بقى الافكار دي مرت عليا، وبص ومش عايز اقول لك يوم ولا اتنين، لا بالشهور وبالسنين عادي. ده طبيعي ان انت تمر بحاجه زي كده، لحد ما توصلت للمرحله اللي انا فيها دلوقتي. عيد ميلادي بعد 3 ايام هكون كملت 24 سنه، انا في 24 سنه انا بالظبط دلوقتي عرفت ايه الحاجه اللي انا عايز اعملها for the rest of my life. وطبعا بنتطور وعندي طموحات واحلام بطور فيها، فالحمد لله دي جت بعد يعني تجارب كتيره جدا. فانت ما تستخسرش في نفسك ان انت تجرب. عندي انا يعني انت لو انت وصلت لهذه الوقت او لهذه المرحله في الريكورد، انا بقى هقول لك وهكافئك بمعلومه قيمه جدا جدا في الريكورد ده. عارف ايه اللي فرق الناس اللي بيفرق حد عنده الحاجه اللي هو وصل للحاجه اللي هو عايزها من حد لسه ما وصلش؟ التخطيط، والتخطيط والتوكل على الله طبعا، بس التخطيط وان انت تعقلها حلو وتفكر تمام. ان انت انا عندي استراتيجيه انا بقول لك اعملها. لو انت خريج جديد من الكليه اتخرجت وبقيت فريش جراديوت، السنه او بلاش السنه يا سيدي، 6 شهور اللي بعد الكليه ما تشتغلش،
انا بقولك ما تشتغلش، ما تدورش على شغل، شوف انت عايز تعمل ايه، وسيبك بقى من الجو بتاع اللي هو ايه السوق هيسبقك والخبرة وعملت ايه وبلا بلا بلا والله العظيم هي ارزاق ونصيب، اللي انت ليك نصيب فيه هيجيلك حتى ولو في بق الحوت وانت في بق الجمل، هتتلاقوا مع بعض، الحوت هيسلم على الجمل، هيطلع كده من المحيط والجمل فاهم هيمشي على الشط، هيتقابلوا مع بعض، ايه يا زميلي ايه يا اسطى بص ممكن تديني بوصة، هيدوا لبعض بوصة، هتروح انت واخد نصيبك، خلصت فاهم، فالدنيا هتمشي وهتتسلك لك وانت قاعد عادي. فيبقى انت تعمل ايه بقى؟ انت تقعد باشا معزز مكرم، عارف في اعلان انا كنت بسمعه حلو قوي بيقول احنا فكرنا لك، ليه تفكر؟ ما تفكرش، ليه تصعبها على نفسك؟ ما تصعبهاش على نفسك، احنا فكرنا لك، احنا خططنا لك، احنا عملنا كل حاجه، عيش انت كل تعمله انت عيش. ده نفس الفكره بالظبط اللي انت تعملها، ربنا عامل لك كده، ربنا سبحانه وتعالى خلقك وهو مخطط لك كل حاجه ومرتب لك كل حاجه وعامل رزقك ومظبط لك كل حاجه هترضيك وهتظبطك وهتبقى مبسوط فيها اخر انبساط وهتعملها كل اللي انت نفسك فيه، فما تفكرش عيش، هي نفس الفكره. فانت ما توجعش دماغك بقى باللي هو طب الورك اكسبيرينس، طب الورك سالري، طب الجوب ديسكريبشن، عارف انت اللي هو المصطلحات بتاعه اليومين دولت اللي هو لينكد ان بقى، وكل واحد منزل على لينكد ان الحاجات اللي هو بيعملها والاشيفمنتس بتاعته تمام، نزل هو لينكد ان كده كده مكان بروفيشنال، يعني شئنا ما بينا لازم نبقى بروفيشنال عليه علشان العين تبقى علينا فالقشطه، بس انا بقى عايزك انت ما يعني ايه ما تتشتتش او ما تتزاولش بان حد تاني حاطط حاجات مش عارف ايه، ده بالعكس ده انت تبسط لان خير ربنا كتير، ما دام هو بقى في مكانه عاليه ده معناه ان انت بقى عندك علاقه بحد في مكانه عاليه، يعني دلوقتي انت تقدر ان انت لو احتاجته في خدمه يفيدك، وانت بعد كده لما انت تبقى في مكانه عاليه لو هو احتاجك في خدمه هتفيده، فتبقى كده الدنيا كده فاهم، انت لما دماغك تنضفها الدنيا حواليك هتنضف. وانا بقول ده ليك وليا يعني لينا كلنا، لان انا واحنا كلنا احنا نفس النفس، ربنا خلقنا نفس واحده بس باطوار مختلفه فطبيعي. طيب حلو جدا. فانت الست شهور اللي بعد التخرج دولت ما تقولش بقى انا مسؤول انا لازم اشتغل عشان اجيب فلوس عشان انا خلاص اتخرجت، لا مش انت كان بيتصرف عليك الخمس سنين اللي فاتوا، وعلى فكرة ده مش عيب، يعني مش عيب ان انت كنت عاقل الخمس سنين اللي فاتوا وان انت بيتصرف عليك، ده طبيعي ما ده اصلا واجب الام والاب في الدراسة. طيب انت كنت بتشتغل في الدراسة، انا اشتغلت وانا بدرس اشتغلت حاجات كتيرة عادي، دي حاجة يعني زيادة منك يعني عارف، دي حاجة اللي هو قشطة يا عم تمام حلو، انما انت المفروض تركز في العلم او اللي انت بتدرسه والعلم بجد، مش اللي هو العلم اللي هو تحفظ وتدش في المهم، يعني قصة تانية هنتكلم فيها بعدين، فخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. فانت ما تبقاش عندك بقى اللي هو بقى السنس بتاع لا انا لازم انزل واشتغل، باشا اهدى تمام، اعتبر الست شهور دولت اعتبر ان انت يا عم في كام مادة انت شلتها وبتعيد السنة تمام عادي، اقعد بقى الست شهور دولت بص كده شوف رتب حياتك بقى. طيب انا دلوقتي حياتي فيها الجانب الاجتماعي، الجانب العائلي، الجانب المادي، الجانب النفسي، الجانب الفني، شوف انت بقى عيش حياتك. طيب انا عايز اتعلم ايه الهوايات اللي انا بحبها، انا والله بحب المزيكا عايز اتعلم كمان كمانجا، خلاص ماشي نكتبها عندنا في الليست. انا والله بقول لك ايه ما تيجي نشوف الجرافيك ديزاينك ده بيقول ايه، خلاص ماشي نكتبها في الليست يا باشا. انا نم 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 بحب برضو مجال الكليه، انا الكليه بتاعتي انا بحب مجالها فبس في حته التخصص ده انا عايز اشوف هو بيقول ايه، ماشي اكتبه. طب انا هل انا اعرف حد في التخصص ده؟ اعرف اعرف فلان وفلان وفلان، وفي الجرافيك ديزايننج اعرف فلان وفلان وفلان. تمام، هل في اي اكاديميات حوالينا في الكمانجا بيعلموا كمانجا؟ في مين؟ في مثلا طب اكتب على النت اكاديميات تعليم كمانجا، شوف الدنيا شوف الاسعار تمام السعر كذا تمام مش عارف ايه والشغل في الجرافيك ديزايننج تمام هنا كورسات ها تمام. طيب انا دلوقتي عايز اتعلم ايه اللي انا عايز اتعلمه؟ عايز اتعلم اداره الماليات عشان لما اجيب اماليات خلاص كتب او اليوتيوب فيديوهات كيفيه اداره الاموال. عادي اكتب جرب انت كل ده انت بتفكر مع نفسك وبتكلم نفسك وبتكتب قدامك سكتش كده او كراسه وبتكتب بيها. طيب انا ايه المهارات اللي انا بعرف اعملها؟ بعرف اعمل كذا وكذا 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 تمام. انا بحب اعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي انا بحب اعملها وبعرف اعملها كتبناها. طب بحب اعمل ايه؟ كتبناها. طيب ايه الحاجه اللي ممكن الناس تديني عليها فلوس؟ كذا. طيب ايه الحاجه اللي انا محتاجه اتعلمها علشان الناس تديني فلوس في حاجه معينه؟
كذا. افضل ابدا اكتب كده واكتب اكتب عادي مش لازم بترتيب، اكتب اللي يجي على بالك، افضل اكتب اكتب اكتب، طلع طلع طلع، لان احنا كل طول الوقت بنتعلم. اقرا حلو، اقرا واسمع ودخل، بس لازم تطلع، لازم، احنا كبشر بنحب نطلع. فانا بقى نصيحتي ليك اللي صدقني النصيحه دي لو عملت فيها فعلا هتشكرني، وهشوفك بعد كام سنه هنتقابل وهتقول لي انا عشان نصيحتك دي انا بقيت في حته تانية خالص باذن الله وبامر الله تعالى، وهكون سبب صغير جدا ان انت توصل لحاجات كبيره جدا بامر الله. طيب خلينا نكمل. فانت سمعت كلامي قمت كاتب كل حاجه انت عايزها، تمام، وكتبت واكتب انت نفسك في ايه برضو. انا نفسي، انا بحلم بان انا اعمل كذا، واحلم ان انا اعمل كذا، اجيب العربيه الفلانيه، وان انا اشتري يا سيدي قصر في المكان الفلاني. جر عيش، عيش احلامك، اكتب وارسم وبص طلع كل اللي جواك لحد ما تحس بس انا طلعت. تعالى بقى نشوف انا طلعت ايه. حلو، بعد ما تطلع كله بطريقه عشوائيه بطريقه غير مرتبه، مش بص انت طلع وادلق، ادلق بدلوك زي ما بيقولوا. بعدها بقى تشوف ان انت تبص على اللوحه اللي انت رسمتها، تمام، الكتابه والكلام اللي انت كتبته، وتبدا تربط الحروف مع بعض، او زي ما بابايا بيحب يقول جمله جميله جدا، تحط النقط على الحروف. انت رسمت، تبدا بقى تحط التشطات الفنيه بقى ان انت تعمل ايه، تربط الحاجات ببعضها. يعني انا دلوقتي زي ما انا لسه عامل في القصه اللي قلت لك عليها، انا واحد عندي خبرتي كانت في البيزنس، اشتغلت في البيزنس سنه مع الف فري، واشتغلت في البيزنس بتاعي كامل، كان انا ادير بيزنس بقى كمقر والسجل التجاري والحسابات البنكيه والمسابقات، الدنيا دي عندي فيها خبره برضه. فعندي خبره في السيلز والماركتنج والبيزنس مانجمنت او اداره الاعمال، وعندي خبره في الصيدله لان العلم بتاعي والمجال والتخصص بتاعي. طيب وفويس اوفر، بعرف اعمل فويس اوفر وحاجات صوتيه وبتاع، ممكن استخدمها كده كهوايه تدخل لي دخل كده لحد ما البيزنس يقف على حيله بتاع كده. فايه بتشوف انت ايه المجالات والحاجات اللي انت بتعرف تعملها وتدخل كله في كله. طيب ليه بقى انا ما اعملش بيزنس، البيزنس ده يكون في مجال الصيدله انا بحبه، فبحيث بقى زي ما انا لسه قايل لك بقى القصه اللي فاتت، تمام. فانت تبدا ان انت تربط كله بكله، تفضل كده تربط 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 لحد ما هتوصل ان انت احلامك وطموحاتك هتتربط مع الحاجات اللي انت المفروض تتعلمها، مع الحاجات اللي انت بتعملها والمهارات والخبرات اللي عندك، هتطلع بحاجه جديده. هنا بقى هتيجي الكرياتيفيتي بقى والابداع. الكرياتيفيتي، وخد اللي جايه دي، علشان انا الحمد لله طول حياتي الناس بتقول عليا كرياتيف من وانا صغير، فايه فخد الكلمه دي من حد يعني عارف هو بيقول لك ايه كويس. الكرياتيفيتي بتيجي لما بتربط حاجه ملهاش علاقه بحاجه تانية، بتربطهم ببعض بس كده، خلصت. بالظبط زي ايه؟ زي ما قال لك مزغزغه، صح؟ المزغزغه اسمها مضحك ليه؟ لان الزغزغه حاجه يعني حاجه ملهاش علاقه بالاكل، بس احنا رحنا مدخلينها في الاكل. المسهوكه ليه؟ لان هي حاجه كده تحسها كده، تمسك سندوتش تلاقيه مسهوك، تلاقيه فاهم في قشطه وشوكولاته وبتاع، وتلاقيه سايب، بس الاسم ملهوش علاقه اصلا بالاكل، بس لا ده جاب ده فارتبطوا مع بعض، بقت كرييتيف، بقت مبدعه، بقت جديده. هي كده بقى، جي فكر في حاجه ملهاش اي علاقه. بقول لك على حاجه، صينيه، عارف صينيه المحشي؟ ما تقولش صينيه محشي، قول صينيه ادويه. ايه رايك؟ بص فكر وعيش، صينيه حقن بدل صينيه المحشي بقت صينيه كبسولات. ايه رايك؟ صينيه كبسول قوي يا سيدي. فاحنا طول ما انت بتجيب اي حاجه في اي حاجه ويديله يابا عبيله ويديله زي ما بيقولوا، وطبعا بتعقلها يعني بتعقلها وتتوكل، هتلاقي الدنيا معاك اخر في اخر الابداع. حلو، وتفضل بقى تطور وتطور وتحسن وتبلور لحد ما الدنيا تتبلور معاك. طيب انا كده طولت عليك انا عارف، بس انا قلت لك ازاي تقدر ترتب لحياتك الفتره اللي جايه، تقدر تطلع في الست شهور دولت انت بتجرب وبترسم وبترتب حياتك، تفضل بقى ترتب حياتك. طيب هجاوبك على سؤال، تشتغل ايه؟ تشتغل الحاجه اللي انت لاقيها مناسبه ولاقي نفسك فيها. طبعا انا بقول لك يعني مش بس نفسيا واسمه ايه ده، مش بس نفسيا والسعاده بتاعتك والرضا، كمان تبقى انت مرضي. ده كده كده انت تبقى مرضي من الفلوس، تبقى انت في المرحله دي انت راضي ان انت بتاخد فلوس، او انت شايف ان انت لما هتكبر في المكان ده هتاخد الفلوس اللي انت عايزها والطموح بتاعك، و
الطموح بتاعك اللي هو بجد، اللي هو ما تقولش اللي هو الطموح بتاعي عشان الناس عامله كده، او جنرال انا هبقى جنرال مانجر في الشركه عشان ده اللي انا اعرفه ان الجنرال مانجرز جامدين جدا. بس لا، انت شوف انت هل ده بجد اللي انت عايزه ولا وانت هتلاقي ربنا بيقول لك من جوه كده انا هو ده المكان ولا لا. انا يعني بص يعني بصراحه كده ما في سنه كده مش متاكد. فامشي ورا قلبك، امشي ورا احساسك، ودايما دي بقى ده عشان يعني انا هقول لك انا رحلتي انا ازاي وصلت للحاجه اللي انا بحبها. من الاخر كده هاثر عليك المسافه. اتصل بربنا وافضل كمل طول ما انت يعني ربنا معاك، وما تنشفش دماغك. يعني ايه لينها؟ فاهم؟ لو انت عايز حاجه ولقيتها ما حصلتش ما تنشفش دماغك، قشطه عادي خلاص. شغل دماغك ورب ضره النافعه. اخر حاجه انا هقولها لك قبل ما اخلص، حاجه واحده ربنا. في حاجه انا سمعتها جميله جدا جدا هتريحك والله العظيم في السعي بتاعك وانت بتشتغل. بتقول لك ايه؟ ربنا حرم على نفسه حاجه واحده، ده لحد علمي، ودي المعلومه اللي انا عايز اقولها لك. الظلم، ان ربنا ما بيظلمش اي حد. الجمله دي انا لما سمعتها يا سلام، ايه القشطه والمهلبيه بالعسل ده؟ يعني حاجه كده والله العظيم دحلاب في البق كده اقسم بالله. عارف يعني ده معناه ايه؟ رب الخير لا ياتي الا بالخير يا سيد الناس. يعني اي حاجه انت هتعملها عجبك او مش عجبك، تخينه قصيره طويله رفيعه بص مدملكه، هتبقى خير اقسم بالله ما دام ربنا جايبها لك او ما وفقكش فيها، يبقى ما كانش فيها اللي انت عايزه، وهيبقى اللي انت عايزه في حاجه تانية احسن منها بكتير جدا. فده يريحك طول حياتك بقى. وافتكر الكلام اللي انا بقوله لك في الريكورد ده وفي الحلقه دي من البودكاست، اسمعها اكتر من مره لو حابب، شيرها مع اصحابك. انا شايف ان المايند سيت والعقليه اللي انا اتكلمت معاك فيها الفتره اللي فاتت دي انا وانت شايفين، شاركني، عايزك تشاركني الراي برضو واتكلم معايا، فاهم؟ انا وانت واحد يعني، فضفض براحتك، انا يعني احنا براحتنا، فاهم؟ فقول لي انا شايف من وجهه نظري ان الكلام ده كلنا لازم نسمعه، وكلنا لما نسمعه هنرتاح وهنتبسط وهناخد حسنات والدنيا هتبقى في حته تانية خالص، هنبقى مبسوطين. فيلا بينا. فانت شير في الخير زي ما بيقولوا، بس بجد يعني قشطه يعني بقى، فاهم؟ شير في الخير. وزع البودكاست دي، ساعدني في ان احنا ننشرها لناس كتيره في اماكن كتيره، نعرف الناس كلها بيها ونترجمها للغات تانية. يا باشا يلا بينا نطمح ونحلم ونكبر من نفسنا، كلنا نكبر سوا مع بعض ونحسن من المكان اللي احنا عايشين فيه، لان كل خير احنا بنطلعه وبنلاقيه ربنا بيرده لنا. فبس كده يا سيد الناس، كنت معاكم حازم عماد الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.